السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رحب فيكم وأحييكم أخواني وأخواتي في حلقتنا اليوم من برنامج نحن المستقبل. قم للمعلم وفيه التبجيلة، كاد المعلم أن يكون رسوله. نفتتح حلقتنا اليوم بهذه العبارات الجميلة، لأن نحن اليوم بنغطي لكم حدث مهم القائمين عليه أطفال الحيرة. إن شاء الله تتابعونا بعد الفاصل في يوم المعلم. كل واحد بيقدر يساعدنا في عملية التعليم فضل، وأكيد أول فضل الماما وبابا وبعدين المعلم بتاعنا. النهاردة احنا جايين اليوم نشكر المعلم اللي علمني العربي والرياضيات والإنجليش والفنون، كل مادة تعلمناها ليها ذكرى حلوة معنا مع المعلم بتاعنا. كل واحد فيكم يفكر في المعلمة اللي بيحبها ويعمل لها بطاقة تهنئة هنهني بيها المعلمة بتاعتنا باليوم العيد بتاعنا. أحياناً البطاقة ممكن تبقى على هيئة إطار، وأحياناً بتبقى على هيئة مطوية. ممكن تعمليها مطوية بحيث أن أنت توفري مكان من الداخل للكتابة ومن بره للشغل الفني بتاعك. يبقى إحنا كده ربطنا ما بين المادة اللي أنت بتحبيها ومادة الفنون. عندنا الأوراق التانية الملونة اللي هنعمل منها الأشكال. محمد جاد. زين خبرينا نورا، اليوم شو سويتي؟ عملت بطاقة لمعلمتي المفضلة. كيف سويتيها؟ جبت تزيينات أعلقها في البطاقة وكتبت فيها أشياء عن معلمتي المفضلة. من هي معلمتك المفضلة وخبرينا ليش وايد تحبينها؟ هي معلمتي المفضلة هي مس دلال، هي بتدرسني إنجليزي عشان هي بتعلمني إنجليزي وأنا بحب مادة الإنجليزي، وعشان إنجليزي هي مادتي المفضلة. جوان. زين خبرينا شو سويتي؟ سويت ورود عشان الأبلة اللي أنا أحبها وايد. منو هي الأبلة اللي تحبينها وايد؟ أحب الأبلة الأرت. زين كيف سويتي هذه اللوحة الفنية؟ أخذت ورقتين، واحدة لونها حمراء والثانية لونها بنفسجية. رحت فليت الورقة البنفسجية والثانية قطعتها بالأوراق. جوليا. زين خبرينا شو سويت اليوم؟ بطاقة. وهذه البطاقة عن شو؟ عن أحبيت الفنون. زين منو هي معلمتك المفضلة؟ مس منى. شو تدرس معلمتك؟ فنون. وليش سويتي لها؟ عشان كانت تعلمنا كيف نسوي بالألوان الخشبية والألوان المائية. خبرينا عفرة اليوم شو سويتي؟ اليوم سوينا حصة فنية، وبعد أنا أحب وايد أشياء ويعني ثقافة وعلوم وهالأشياء. وعن شو كانت هذه اللوحة الفنية وكيف سويتيها؟ سويتها من قلبي وحبيت أني أسويها لأن هاي حصتي، يعني أنا أحب هالحصة. أخواني أخواتي، فقرة المسابقات أضافت نوع من الحماس للأطفال، خلونا نتابعها بعد الفاصل. السؤال الأول، السؤال الأول: متى يحتفل العالم بيوم المعلم العالمي؟ متى يحتفل العالم بيوم المعلم العالمي؟ طيب أعطيكم خيارات:
الخيار الأول 5 أكتوبر، 7 أكتوبر، 10 أكتوبر. 5، 7، 10. تفضلي. 5 أكتوبر. أحسنتي، بارك الله فيك. تفضلي يا بنتي. شكرا لك على المشاركة. السؤال الثاني، من قائل البيت التالي وقد ذكرناه قبل قليل؟ قم للمعلم وفه التبجيلة، كاد المعلم أن يكون رسولا. من قائل هذا البيت؟ الشاعر حافظ إبراهيم، الشاعر أحمد شوقي، أبو العلاء المعري. نعم أحسنتي، بارك الله فيك. تفضلي هديتك. شكرا لك. السؤال الثالث، نجمع هنا بين الفضاء والعلم. ما اسم رائد الفضاء الإماراتي الذي انطلق قبل أيام؟ لحظة واحدة واحدة بس، ارجع الكاميرا. طيب أحسنتي، بارك الله فيك. تفضلي هديتك. طيب السؤال الثاني، متى انطلقت رحلة الفضاء التي طبعا ذهب في متنها هزاع المصوري؟ متى، في أي يوم بالضبط، ومتى تاريخ؟ متى تاريخ كم بالشهر؟ كم؟ طيب أعطيكم خيارات، 20، 21، 25. صحيح أحسنتي وبارك الله فيك. طيب تفضلي. السؤال الآخر، كم يوما استغرقت أو يعني الرحلة؟ ثلاثة أيام. كم؟ ثلاثة. إجابة خطأ. ثمانية أيام، أحسنتي بارك الله فيك. تفضلي. من تذكر لي اسم أحد المعاجم التي جمعت كلمات اللغة العربية معجما واحدا؟ معجما واحدا من معاجم اللغة العربية. قراءة. نعم؟ قراءة. لا لا، معجم، معجم من معاجم اللغة العربية في المدرسة موجود، يعني معجم صغير للمدارس، معجم الذي يجمع مفردات اللغة العربية. أعطي. اسم. نعم. اسم. لا. اسم، اسم معجم. اسم معجم. المعجم الوجيز. بارك الله فيك أحسنتي. تفضلي. الهدف من هذه الورشة؟ الهدف أنه يعرفوا الأطفال أنه ممكن نحن من كلمات بسيطة أو من جمل بسيطة نألف قصة. فنحن يعني المبدأ الرئيسي لهذه الورشة أنه أنا أخذ من قصص لإلي، أخذ مقاطع ومنحطهم ومنخلطهم وبيطلع معنا قصة جديدة. زين، خبريني كيف كان تفاعل الأطفال مع الورشة؟ الصبايا كتير متفاعلين الحمد لله. يعني في طبعا في ناس أكتر بتكون متفاعلة أكتر من غيرها، بس الحمد لله إنه في ناس بلشت تطلع وتحكي. يعني أنا هيدا اللي بيهمني إنه هن يتشجعوا إنهم يقوموا ويشاركوا معي بالورشة. شكرا لكل معلم، شكرا لكل من يبذل جهد لإيصال رسالة العلم السامية. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يطول بأعمار جميع معلمينا لارتقائنا وتحقيق جميع أحلامنا. نشكركم أخواني خواتي على متابعتكم لحلقتنا اليوم من برنامج نحن المستقبل. نلقاكم على خير في حلقاتنا القادمة إن شاء الله، ومع السلامة.